ما كناش فخورين بيه بسبب جول او فوز بمباراه او بطوله، احنا دايما فخورين بيه عشان هو الوجه المصري الاهم اللي دايما مشرفنا في كل الدنيا. He's happy to be back, but he is, disappointed as well. But yesterday, everybody could see, he still has the final in his mind. يورجن كلوب النهارده قال ان محمد صلاح بيعاني نفسيا بعد خساره كاس افريقيا. صحيح وطبيعي صلاح ممكن يزعل علشان بطوله، لكن احنا مش بنزعل علشان عندنا محمد صلاح. كل يوم مع صلاح في فرح، في هدف، في طموح بيتجدد، في امل وفي حلم بيتحول بسرعه الحقيقه. مع كل هدف سجله صلاح في ملاعب اوروبا كنا بنتنطط، كنا بنفرح وكاننا خدنا كاس العالم. بنفرح لواحد مننا، بنفرح باسم مصر، والجماهير في كل الفرق اللي لعب ليها بتهتف بيه. فخورين ورأسنا في السماء لما بيتقال الملك المصري مو صلاح سجل النهاردة، صنع النهاردة، كسر رقم قياسي النهاردة. صلاح فرحتنا معاه ما بتوقفش، طول الوقت فرحانين بإنجازاته. عشان كده بنقول اوعى تزعل يا صلاح، احنا متعودين معاك بس على الفرح، واللي جاي بيك ومعاك اكيد احسن ان شاء الله.